بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير طالبات العزيزات، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. اللغة العربية لغة الحضارة الإسلامية، لغتي هويتي. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. أما عن إجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، فكي أحافظ على سلامتي وسلامة أصدقائي، يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر، يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر، الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وغسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. أما عن سلامة معلوماتك وفهم الدرس جيداً داخل حصة اللغة العربية، فيجب عليك الالتزام بالآتي: التزمي باللون الأحمر ومعناه انتبهي لمعلمتك، اللون الأصفر استعدي، ضعي كتبك وأدواتك بشكل منظم واجلسي جلسة صحيحة، أما اللون الأخضر انطلقي شاركي وأجيبي على الأسئلة. قيمتنا لهذا الأسبوع هي التطوع، وحكمة اليوم: أعطي وانفق والله يرزق. هيا عزيزتي أجيبي معي عن هذا التدريب. لماذا كتبت الهمزة على الصورة التي تراها في الكلمات الآتية؟ مساء. لماذا كتبت بهذه الطريقة؟ نعم، كتبت الهمزة متطرفة على السطر لأنه جاء قبلها حرف المد الألف. أما تألق فجاءت الهمزة متوسطة على ألف لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح. والآن هيا استمع معي إلى هذا المقطع. أرض الطبيعة والتطبع. أرض الفن والمعمار. أرض الحرف التراثية والمهارات الحرفية المعاصرة. بلاد السكينة الرائعة. حيث حكمة الماضي تحاكي الرؤى المعاصرة. بقعة أرض لا ترقى إليها بقعة أخرى في تفردها. إنها قطر. نعم، هل عرفتم عن ماذا سنتحدث؟ نعم، سنتحدث عن قطر الحبيبة من خلال قصيدة مساء الخير يا وطني. هيا بنا نتعرف على أهدافنا لهذا اليوم. يتوقع من الطالبة في نهاية هذا الدرس أن تحدد الموضوع العام للقصيدة من خلال القراءة الصامتة، وأن تلقي المقاطع الشعرية المحددة إلقاء صحيحا بطلاقة معبرة عن المعنى وملتزمة مواضع الوقف والوصل، وأن تحدد معاني ومرادف الكلمات ودلالة التراكيب من خلال السياق، وأن تستنتج الأفكار الرئيسة للمقاطع الشعرية المحددة استنتاجا صحيحا. التعريف بالشاعر عزيزاتي: الشاعرة هي حصة العوضي، كاتبة وشاعرة قطرية، ولدت عام 1956 ميلاديا، عملت رئيسة لبرامج الأسرة بتلفزيون قطر، وتتفرغ الآن للكتابة في أدب الأطفال. لها عدة دواوين شعرية منها أنشودتي واللحن الأول. والآن هيا إلى القراءة الصامتة. هيا عزيزتي افتحي معي الكتاب على القصيدة وقومي بقراءة النص قراءة صامتة. أحسنتي. والآن بعد القراءة الصامتة أجيبي عن السؤال التالي: ما المعنى العام الذي تعبر عنه القصيدة الشعرية؟ نعم، الموضوع العام للقصيدة هو التعبير عن مشاعر الحب والفخر والاعتزاز بالوطن والانتماء الحقيقي له. إذن هيا نجب عن السؤال صفحة رقم 39. السؤال الأول: كم مقطعا شعريا تحوي قصيدة مساء الخير يا وطني؟ نعم، أحسنتي، تحوي 5 مقاطع شعرية.
لمن توجه الشاعرة خطابها في هذه القصيدة؟ نعم، لوطنها قطر. السؤال الثالث، بما وصفت الشاعرة الوطن في المقطع الأخير؟ نعم أحسنتي، وصفته بالعود والمسك والعنبر وغيرها من الصفات الجميلة. أحسنتي، والآن هيا بنا إلى القراءة الجهرية. قصيدة مساء الخير يا وطني للشاعرة حصة العواضي. مساء الخير يا وطني، مساء الدفء والأحلام والعنبر، مساء الورد والعناب والسكر، مساء ليس في الدنيا مساء مثله يذكر. مساء الخير يا وطنا ويا مجدا تألق تحت ضوء الشمس، يجر نهاره الحاني ليبهر كل شوق الأمس. مساء الخير. والآن هيا قومي بإيقاف الفيديو مرة أخرى واقرأي النص قراءة جهرية معبرة. أحسنتي، والآن هيا بنا نتعرف على معاني الكلمات الجديدة في النص. الفقرة الأولى، مساء الخير يا وطني، مساء الدفء والأحلام والعنبر. يا ترى ما معنى كلمة العنبر؟ نعم، العنبر هو مادة ذات رائحة طيبة. أما كلمة العناب في قولها مساء الورد والعناب والسكر، العناب هو شجر له ثمار حمراء لذيذ الطعام. أحسنتي، والآن تقول الشاعرة مساء الخير يا وطنا ويا مجدا تألق تحت ضوء الشمس. يا ترى ما معنى كلمة تألق؟ نعم أحسنتي، تألق أي لمع وأضاء. يجر نهاره الحاني ليبهر كل شوق الأمس. ليبهر ما معناها؟ نعم، ليبهر أي يثير الدهشة والإعجاب. أحسنتي، والآن هيا إلى تدريبات الكتاب للإجابة عن السؤال الأول جيم صفحة رقم 40. أقرأ الأسطر الشعرية الآتية ثم أجب. ويا مجدا تألق تحت ضوء الشمس، يجر نهاره الحاني ليبهر كل شوق الأمس. مساء الخير. هيستخرج من الأسطر الشعرية السابقة ما يأتي. الآن سوف نقوم فقط بالإجابة على السؤال جيم. كلمة تدل على الدهشة والإعجاب. هيستخرجي من الأسطر الشعرية كلمة تدل على الدهشة والإعجاب. أحسنتي، ليبهر. ليبهر هي كلمة تدل على الدهشة والإعجاب. والآن هيا نستخلص الأفكار الرئيسة من المقطعين الأول والثاني صفحة رقم 37. المقطع الأول يقول مساء الخير يا وطني، مساء الدفء والأحلام والعنبر، مساء الورد والعناب والسكر، مساء ليس في الدنيا مساء مثله يذكر. لاحظي الشاعرة ماذا قالت هنا؟ نعم، تقول مساء الخير يا وطني، تخاطب وطنها، إنها تخاطب وطنها الحبيب قطر وتقول له مساء الخير يا وطني. كذلك تقول له مساء ليس في الدنيا مساء مثله يذكر. نعم، أيضا تقول مساء الورد والعناب والسكر. إذن برأيك ما الفكرة الرئيسة معي هنا؟ نعم أحسنت، الفكرة الرئيسة في هذا المقطع هو مخاطبة الشاعرة لوطنها ووصفه بصفات جميلة والتأكيد على أن مكان يشبه وطنها. أما المقطع الثاني، مساء الخير يا وطنا ويا مجدا تألق تحت ضوء الشمس، يجر نهاره الحاني ليبهر كل شوق الأمس. مساء الخير، يا ترى ما المعنى العام معي هنا وما الفكرة الرئيسة؟ نعم، الفكرة الرئيسة هي مخاطبة الشاعرة لوطنها والحديث عن الإنجازات المدهشة التي تتحقق في وطنها
كما تقول، ويا مجدا أنها تتكلم عن مجد دولة قطر الذي يتألق تحت ضوء الشمس. وذكرنا سابقا أن تألق معناها لمع وأضاء، أي أن مجد وطنها قطر يلمع تحت ضوء الشمس. نعم، إذن الشاعرة هنا تخاطب وطنها قطر وتتحدث عن إنجازاته المدهشة التي تتحقق في وطنها. والآن هيا نجب عن التدريبين الثاني ألف وباء صفحة 41 والثالث ألف في صفحة 42. صفحة 41، السؤال يقول: حدد الأسطر الشعرية التي تضمنت الأفكار الآتية: وطني مكان لا يشبهه أي مكان في الدنيا. هيا أوقف الفيديو وقومي بإجابة السؤال. أحسنتي. نعم، مساء ليس في الدنيا مساء مثله يذكر. أحسنتي. باء: تتحقق في وطني حاليا إنجازات مذهلة. نعم، ويا مجدا تألق تحت ضوء الشمس ليبهر كل شوق الأمس. أحسنتي، بارك الله فيكن. أما السؤال الثالث صفحة رقم 42، بيّن ما تقصده الشاعرة بقولها: مساء الورد والعناب والسكر. ماذا تقصد الشاعرة بقولها هذا؟ أحسنتي، إن تقصد أن وطنها جميل ومريح وتجد فيه كل ما لذ وطاب. والآن هيا أجيبي عن هذا السؤال: لو كنت مكان الشاعرة، صفي شعورك تجاه بلدك. وما مرادف كلمة العنبر؟ وما مضاد كلمة مساء؟ أحسنتي، أنا واثقة من إجابتكن، بارك الله فيكن. تعلمنا اليوم أننا قمنا بتحديد الموضوع العام للقصيدة من خلال القراءة الصامتة، وقمنا أيضا بإلقاء بعض المقاطع الشعرية إلقاء سليما معبرا عن المعنى. كذلك قمنا بتحديد معاني ودلالة بعض الكلمات والتراكيب في القصيدة، واستنتجنا الأفكار الرئيسة لبعض المقاطع وهي المقطع الأول والثاني، وكذلك أجبنا عن بعض أسئلة القصيدة في الكتاب. بارك الله فيكن عزيزاتي، وأترككن في رعاية الله وأمنه. ولا تنسي عزيزتي نسخ المقطع الأول من النص صفحة رقم 37، وكذلك حفظ المقطع الأول والثاني. أترككن في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.